بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله خاطرها سريعه جدا ومش هطول عليكم. في سؤال فلسفي، بس انا مش هتكلم عن جزء الفلسفه، انا هتكلم بس سريعا كده عن الخاطره جات لي. سؤال فلسفي هو: لو في شجره وقعت في غابه والغابه دي ما فيهاش لا انسان ولا حيوان، هل يصدر منها صوت ولا لا؟ هل يبقى احنا نقدر نقول ان الشجره دي لما وقعت حصل صوت ولا لا؟ هو الفلسفة كلام كتير، وفي ناس قالوا اه ولا لا، اللي انت تقتنع بيه هو ده الصح. اللي انا مقتنع بيه ان الاجابة مش اه بصفة نهائية ولا لا بصفة نهائية. هو الاول لازم تعرف الصوت ايه الاول عشان نبقى متفقين. ممكن يكون تعريف الصوت لو عرفت انت الطريقة نقدر نقول ان اه سقطت وفي صوت طلع لها، او تعرفه بطريقة تانية انت بالنسبة لك صوت حاجة تانية فتقول لا ده كده لم يصدر منها صوت. هو الصوت عبارة عن ذبذبات بتحصل عن نتيجة الاحتكاك الشجرة بالهواء، تمام؟ وهتلاقي ناس كتير اختلفوا في الموضوع، فقال لك خلاص ما دام في صوت يبقى صدر له صوت، بدليل ان لو هتجهز تسجيل هتسجل الصوت. بس ما حدش اتأثر، يعني كالإنسان ما تأثرش في الحاجة دي. نفس الفكرة، ودي اللي انا عايز بقى، يعني الكلام ده كله مدخل ليه. ممكن واحد يكون عنده علم كبير جدا بس ما بيبذلهوش، ما بيقولوش لحد، فمحدش بيستفاد منه، تمام؟ يعني هو بيعمل ابحاث لنفسه او بيعمل ابحاث عشان يستفاد ماديا، وبيهمل ان هو يساعد الاخرين. في بعض الناس في بعض الشركات بيبقى عنده المعلومة وما يقولهاش لحد، يعني يقول له اعمل كذا 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 للناس اللي شغالين معاه مثلا في مستشفى، هو دكتور كبير، فيقول لهم اعملوا كذا 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 وتسيب لي الجزء دوت انا هعمله. هو مش عايز حد يعرفه، مع انه حاليا لو دخلت على النت وعملت سيرش هتلاقي عمليات جراحية كتيرة قوي، وهتلاقي حلول كتيرة، وهتلاقي ناس مصورة فيديو والحاجات دي كلها. فنتيجة الاكتمال من المعلومة الناس مش بيفتكروا بالخير، اللي بيحسوا كده ان الراجل ده خايف على الرزق ومش مؤمن بالقضاء والقدر ومش مؤمن بان الله هو الرزاق، فبتلاقي في ناس مش بيفتكروا الخير. عكس واحد ممكن يكون عنده علم قليل جدا وممكن اقل بكتير قوي من دكتور، يعني خلينا مثلا نتكلم دكتور في الجامعة ودرس في امريكا وبريطانيا والمانيا وجزر قمر وعنده علم كبير قوي ما شاء الله، بس كتوم في المعلومة مش عايز يعلم الطلبة، خايف ان هم يعني يبقوا احسن منه ولا ايه. ومعيد لسه صغير خريج السنة دي ويعني بيشيل شنطة للدكتور بس ما بيكتمش معلومة، الحاجة اللي يعرفها يروح يقولها للطلبة. الطلبة تسأله سؤال ما يعرفوش يقول لهم طب خلاص المحاضرة الجاية انا ما اعرفش السؤال دوت، ومش عيب ان هو ما يعرفش. الملائكة نفسها قالت العلم اللي ما علمتنا، المحاضرة الجاية ان شاء الله هقول لكم انا وصلت ليه. ويدور، ممكن يجي المحاضره الجايه يقول لهم انا دورت وما عرفتش، او دورت وعرفت الحل كذا كذا كذا، فافاد الطلبه وهم استفادوا اكتر من الدكتور اللي عارف المعلومه بس ما قالها لهمش. فدي معلومه اللي انا كنت بدور في الويكيبيديا، فلقيت بدور على حاجات في الاسلام، يعني معلومات دينيه، لقيت ان الويكيبيديا الانجليزي اكتر بكتير من العربي. فبدور لقيت ان رغم ان ثقافتنا كبيره جدا بس فعلا في نقص كبير جدا في المعلومات، يعني في بعض معلومات كتيره جدا عن الدول العربيه او الدول الاسلاميه او التاريخ الاسلامي بلاها بالانجليزي متوفر اكتر، لان هما بيتشاركوا المعلومه اكتر، واحنا لازم نكون احنا بنتشارك المعلومه اكتر لو احنا عايزين نعمل نهضه. محدش يبخل بمعلومة، اللي انت تعرفه قوله، وثق ان انت ما دمت بتبذل المعلومة هتجيلك معلومات اكتر بكتير، هترزق من واسع بإذن الله، هتلاقي ناس بتفتكرك بالخير على طول. ف يعني ابذل لوجه الله وما تستناش المقابل، المقابل هيجي بس ان شاء الله. واتمنى ما يكونش الموضوع صعب، عشان كلمة الفلسفة دي ساعات بتعقد الناس، يعني اشتري الناس بيقولك انا كنت عايز ادرس حاجة فقلت ادرس الرياضة فلقيتها سهلة اسهل من اللازم، لقيتها تافهة، فقلت ادرس فلسفة لقيتها صعبة زيادة عن اللزوم، اشتغل نفسه لقى الفلسفة صعبة، فقال خلاص انا ادرس الفيزياء حاجة وسط بين الاتنين، والحمد لله ربنا وفقه، ربنا يوفقنا واياكم، وربنا يعلمنا ما لم نعلم.